الصوت. وينه؟ انت كنت ما تبين هاللون، كنت تبين لون ثاني. لا لا رضى بالاسود اخر شيء. خلاص رضيتي؟ فشنو الصغيره؟ والله This is a very famous actress. ما عرفتك. منو هالخجل مال منو؟ انا ما عرفته وهي مستحيه ما عرفته. حبيبتي. هذه بيبه، ما عرفتي بيبه؟ ما سالتي عن اسمي. عاجبه الكبوس الاحمر، عاجبه بس الحلوين. لا ايش حلوها حصريا هوشت بثينة شيء ما علي. انا من بدا المعرض ما حصلت لي فرصه اصور بوثات البنات ولا اشم عطورهم. دانا طويرش مبدعة هالسنة، منزلة مسك ومنزلة فوح وفوحة لاين كامل جديد، هنجربه. دانا حبيت فوح ينن مسك وباودر، هذا هير مست حق الشعر، ينن حق النهار حق الدوامات، فظيع وخفيف وبارد. حبيت غيمة، حسيته مسك يومي حلو وفرش حق عقب السباحة حق كل يوم، سعره وايد حلو وايد لطيف. برافو. بوث شيماء علي السنة هذه منزلة رويال وهارموني، ويقول لي هارموني هو البست سيلر. شنو مكوناته؟ مسك وورد. مسك وورد. من المركز وايد راح تحبونه اللي يحبون المسك والورد. مرمر مجرمة مجرمة، ذوقها بالعطور لا يعلى عليه. أنا أعشق لوزيان وسرمد من عندها، وأول عطر نزلته اللي هو مرمر، هالثلاثة كفالتي. تعرفون أن العطر ناري لما يكون خالص التستر. The Promise عطر أمل الأنصاري الأخضر، هذا شيء ما صار، شيء ما صار. أمل عطرتش فخم، لذر وعنبر وبكرة وسبايسي، خلطة جميلة فخمة. اللي مداني هذا اللي مداني أصوره من قاعة رقم 7 حق بوثات البنات. شميت وصورت لكم الأشياء الحلوة على ذوقي. الحين بنروح ميلر. الوضع يبي لا آر أم بي لاتي من بوث وين يبقى رقم 7 يا ميلر. إن شاء الله. طلبي طلبي كيف يا بوجوك؟ أول مرة أدخل صار له 6 من بدأ المعرض هالسنة، يايح خصيصا حق هالبوث. رشة عطر ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا ديكوراته، شوفوا شغله. هذا 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 التستر شاربينه شاربينه. ميكانوس أقوى عطر عند رشة عطر. وقطع دلول أمانة أمانة. ايش رايك فيه؟ مو طبيعي. واحد رشة عطر مو طبيعي. أقول لكم شيء صغير عن رشة عطر. هذه الماركة الكويتية الوحيدة اللي وراها شخص دارس عطور، خبير عطور أبو حمد. يعطي دورات بالمثلث العطري وتكوين العطر، يعني انسان عطر بعطر لا اله الا الله. سويت كثير من الشركات المشهوره. ماخذ علم، يعني انت ماخذ علم اكثر من كونه مهنه. عشان كذي هوايه وهوايه. عشان كذي ما شاء الله كل عطر ينزله خلطه رهيبه، شيء مدروس بالكميه. برافو عليك برافو عليك. ميكانوس خطير وانت خطير، عسى الله يوفقك ويبارك لك. باذن الله عسى الله يوفقك. حلو ابو حمد من القله اللي صدق يفهمون بالعطور، حتى سنابه مخصص بس عن العطور، يسوي ريفيوز على العطور عالميه، يوصف لكم العطر تشوفكم شارمينه. الله يوفقك. لا ايش السالفه، وين عطوركم؟ خالصه ما في عطور تبيعونها؟ خالص ما شاء الله. بوث ميلر يصفر. لا يعني انا جاي اصور عطور يقول ماكو عطور نبيعها، يقول لي ردي. اكثر عطور بعتوهم هالسنه تريزور اللي قلت لكم عنه.
ماليسا. ماديرا وماليسا، اثنين من العطورات اللي قلت لكم عنها هي البست سيلر. انا اقول لكم الزين والله. اقول لهم حياكم نبيعها واخلصك العطر. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الحمد لله الماديرا طارت. ما شاء الله تبارك الرحمن. كل شيء طار. عودين كابس. كله طار اونلاين. انا مسكوني مساع ميلر يقولوا لي لا تصورين. اللي ما لحق طار. ما عندنا عطور. كذي ختام معرض العطور هالسنة. الله يسلمكم. سامحوني يا جماعة. بالنيابة عن كل السوشيال ميديا اعتذر. اعتذر قثيناكم عطور ادري اختنقتوا. خلاص وهذا اخر المعرض نقعد على زاوية نكش ذبان. كيش يخلص؟ كيش يخلص الحمد لله. بس جد اللي مايا واشترى روحت عليك. روحت عليك. هذا اللي حصلت عطور تشتروني. روالي المتابعين استانس اكثر ناس بتستانس لما المعرض يخلص. برد نسولف نفتح مواضيع ها؟ ابي مواضيع جديدة. نظافة لدر فواح. خنين ها؟ لا تجبوتكم. 1 وانت عقب معرض العطور لازم تنام شهر. لازم انام شهر. يبي لي جزيره اسمها بهالامس ولا بهامس. بهامس ايه. تاخذ قوبي وياك شكلها زينه. قوبي تي وياي نروح انا وياك سلوى. سمي قوبي تبي سلوى ولا تبي مدرسه؟ تبي سكول ولا تبي سلوى؟ اكيد يا بنت اي شيء. لو تقول لامك ولا المدرسه بيقول لها ايش صاحب غرامه خلاص. اوه شنو هذا؟ شنو هذا يا مزيونة؟ هلا والله. انت المزيونة وانا المزيون. يما الحب يما شمال.